نأتي إلى علم من أعلام الأمة الإسلامية، وهذا العلم الذي هو من أعلام الأمة الإسلامية هو رمز التوحيد في العصور السابقة المتقدمة، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الذي قام ودعا إلى الله وصحح كثيرا من المفاهيم الخاطئة التي كانت في زمنه والتي كانت في محيطه. نعم كان هناك أخطاء في العقيدة موجودة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي المجتمع الذي قام فيه، فقام بوازع الغيرة على الدين والغيرة على التوحيد وصحح هذه المفاهيم ودعا إلى الله على بصيرة فيما كان في عهده ذلك. قد يكون نفس الأسلوب غير مقبول في هذا العهد، لأن كل عهد له رجاله وكل عهد له أئمته وله أسلوبه، فما يمكن أنني أدعو الناس الآن إلى الله سبحانه وتعالى وأصحح مفهوم مفاهيمهم أصحح مفاهيمهم بالأسلوب وبالطريقة التي قام بها جدي وقام بها شيخي وقام بها مالك بن أنس وقام بها الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل. خاطب الناس على قدر عقولهم، وأدب الناس نؤدب الناس بالآداب التي هي في زمانهم. قد جاء في هذا أحاديث كثيرة في مخاطبة الناس بعقولهم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب نسبوا إليه القول بتكفير المتوسلين، وهذا كذب وافتراء على الله وافتراء على الرجل نفسه، على الرجل نفسه، فإنه في كتبه وفي فتاواه أشار إلى هذا المعنى وقال إن التوسل من مسائل الحلال والحرام وليس من مسائل العقيدة، فهو يبرأ إلى الله فيما نسب إليه عند من قال عنه بأنه يكفر المتوسلين، فقال أما من نسب إلي كذا وكذا وكذا فإني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني نسبوا إليه أقوالا مكذوبة عليه ولا يقول بها، وهو القول بتكفير المتوسلين. بل إنه قرر في فتواه وفي رسالة له بأن قضية التوسل قضية تتعلق بالحلال والحرام، وما يتعلق بالحلال والحرام لا يقال لصاحبه المخالف إنه كافر أو إنه مشرك، وإنما يقال لصاحبه إنه مخطئ أو مصيب. هذا ما جاء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا بد من بيانه.